السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتنا متتبعي صفحة قناة محل أثاثيق، هذا المرة جينا لكم خوتنا وما جيناش وحدنا، جبنا لكم هذا الدرع الفضي من طرف الشركة العالمية شركة يوتيوب بفضل الله عز وجل وبفضلكم انتوما خوتنا، بفضل المتابعين اللي أمنوا بصدى أثاثيق وأمنوا محل قناة وصفحة أثاثيق. حصلنا بفضل الله عز وجل أولا على هذا الدرع الفضي خوتنا، وش رايك يا حليم؟ الله يبارك ويا سيدي، بارك الله فيك. السلام عليكم خوتي خواتاتي عشاق أثاثيق، كيما عودناكم دائما بجديد. اليوم هذا من فضل ربي اللي حقنا لهذا يا خوتنا، وش تقول لك يا سليم؟ خلوهم هما يقولوا لنا. أيوا. ولا واش قال خويا سليم؟ إن شاء الله كيما كنتم تشوفوا في الفضي، إن شاء الله تشوفوا في الذهب يا خويا، ولا واش قال خويا أسامة؟ هذه يا خويا حليم، خويا سليم بارك الله فيكم، نشكركم على الاجتماع هذا خوتي، وهذا الشيء كاع من فضل الله عز وجل خوتنا. بون، الدرع الفضي خوتنا من شركة يوتيوب خوتنا كيما راكم تشوفوا، وهذا الشيء كاع على جالكم أنتوما خوتنا اللي درتوا فينا ثقة، وثقة تامة إن شاء الله خوتي، ونشكركم وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى بخير خوتنا، وإن شاء الله ربي يرفع عنا الوباء هذا خوتي، والله يرحم اللي ماتوا خوتي كيما راكم تشوفوا، اللي راهو مريض إن شاء الله ربي يرزق الشفاء خوتنا. بون خوتي، جبناكم حنا كشغل أثاثيق راهي كشغل موالفة بهاد الهدايا، ماشي زعما كشغل حاجة جديدة، حنا رانا نشرفوا بلي زابوني تاعنا جدد خوتنا، ومادا بينا نزيدو نكسبو عايلة جديدة خوتي. ما عليكم خوتنا غير اتبعوا صفحة أثاثيق خوتي، ولا لا لا خويا حليم، بارك الله فيك. خويا عبدو دغيا يقولنا كلمة. خويا عبدو شنو؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة وصفحة أثاثيق خوتنا. كما راكم تشوفوا الدرع تاع اليوم هذا جبناه من فضل الله عز وجل وبفضلكم انتوما اللي وصلنا لهذا المستوى خاوتنا، بفضلكم انتوما اللي وصلنا لهذا المستوى، ولما لا نوصلوا للعالم يا خاوتنا، رانا على المستوى الوطني الحمد لله وبفضل الله قدرنا نوصلوا ل 58 ولايه خاوتنا، دخلنا البيوت في 58 ولايه، وهذا بفضل الله عز وجل وبفضلكم انتوما اللي كنتوا دائما معنا وبقوه خاوتنا، دائما معنا بقوه، كنتوا تدعمونا بالبارطاج بكلش خاوتنا، وحنا رانا هنا اليوم باش نفرحوكم. ونمد خويا الكلمه لخويا سليم. بارك الله فيك خويا عبدو. خاوتنا بعد ما وصلنا ولا بعد ما تحصلنا على الدرع الفضي من طرف شركه يوتيوب أثاثيق، نظمت لكم هدايا، يعني قبل ما نشوفوا الهدايا خوتنا نخلي خويا حليم يتكلم على هذه الهدايا. تفضل خويا حليم. بارك الله في خويا سليم. خوتي خواتاتي تعرفوا بلي أثاثيق ماشي هذه الهدية الاولى والهدية الاخيره، توجور في أثاثيق دائما كاين الهدية ان شاء الله، وان شاء الله كما قلنا لكم ربي يرفد علينا هذا البلاء ان شاء الله، والله يرحم موتانا ان شاء الله، وان شاء الله ربي كما قالوا سيدنا احمد وزبنا خويا سيدنا احمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من مؤسسه أثاثيق نطلب من الله عز وجل ان يشفي مرضانا ويرحم امواتنا ان شاء الله يا رب العالمين، ويرفد علينا هذا الوباء، ونتذكر خونا خليل ان شاء الله راه في حاله حرجه، ان شاء الله ربي يرزقه الشفاء ولخوتنا المؤمنين ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله، وبالتوفيق أثاثيق ان شاء الله. بارك الله فيك خويا سيدي. بارك الله يحفظك. خوتنا بعد ما نظمنا لكم هديه رقم واحد، هديه رقم اثنين، هديه رقم ثلاثه، هذه المره خويا حليم أثاثيق جبت لكم هدية رقم ربع. خويا حليم نروحو نشوفو الهدايا ونعاودو نولو في مالنا. والآن خوتنا ننتقلو للهدايا. خوتنا الفائز الأول، الفائز الأول يتحصل على لوصالون كوكياج 7 بلاس كيما راكم تشوفو خوتنا، لي من صنع مصنع أثاثيق، ماطلا دي ترونت قماش أونتيطاش، لي بيي أون بواتر خوتنا مخدوم بيان فيني خدمة ما شاء الله. وحاجة بعد أخرى خوتنا، الفائز راح يخير اللون على حساب الذوق تاعو، اللون على حساب الذوق خوتنا، تما لي كولور راهم كامل ديسبونيبل خوتنا، اللي يفوز معنا هو يخير اللون تاعو، يعني هذا هو بالنسبه للفائز الاول. الفائز الاول كما قلنا يتحصل على لو صالون كوكياج. والان خوتنا ننتقلوا للفائز الثاني على بركه الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي عشاق أثاثيق، كما قلنا لكم الاخ سليم الهديه الاولى، نذكر لكم الهديه الثانيه. الهديه الثانيه هي بايو لدينا ام 60 في 3 بورت بلس انتروار خاوتنا، توجور في البوائات، حاجه من نوع الرابعه خاوتنا، لافينيسيون في محل أثاثيق تعرفوها خاوتنا، وهانيكم وشوفوا على المباشر خاوتنا. خاوتنا بعد ما شفتوا جائزة اللي جازوا خاوتنا، هذه جائزة ثالثة. بون خاوتي راح نوصفوا لكم لاطاطاتات هذه سي دو اتر خاوتي، قوة ما شاء الله خاوتي كيما راكم تشوفوا فيها. تفضلوا معنا خاوتنا نضربوا فيها المحا كيما راكم تشوفوا، يعني تحفه ما شاء الله خوتي، بري بري بيان فيني خوتنا. عندكم لاشياس تاعها خوتي، صدقوني غير لاشياس تاعها تعجبني بزاف،
كيما تفضلوا عندكم فيها دي بي غازيل يعني ما شاء الله خاوتنا لي زاكودوار تاعها هنا تر خاوتنا كيما راكم تشوفوا دو لام تاعها خاوتنا لنا كابيتوني في الظهر وفي القاعده خاوتنا لا طابل تاعها خاوتي كيما راكم تشوفوا فيها تحفه ما شاء الله توجور بالكوب 45 يعني لا كولر تاعها فانغي خاوتي كيما راكم تشوفوا فيها التاتات هذه خاوتنا غير غنيه عن تعريف خاوتنا في صفحه انثن ثقه خاوتنا ودوك يتقدم الاخ عبد الرزاق خاوتنا راكم راح تشوفوا جائزه الرابعه ان شاء الله تكون راح تعجبكم خاوتنا خاوتنا مول ما شفتوا الهديه الاولى والثانيه والثالثه ذكرنا مع الهديه الرابعه الهديه الرابعه هي عباره على ارجنتري دو بوين كيما راكم تشوفوا لي مخدومه كامل اون بوا اتر حاجه ما شاء الله ندخلوا نشوفوا من الداخل كيفاش مخدومه خاوتنا كيما راكم تشوفوا فيها كاتيطاجر كامل بالزجاج يعني خمسة دفات اللي راح تفد لكم بزاف لي سيرفيس ايضا فيها دو ميروار كيما راكم تشوفوا حاجه ما شاء الله خاوتنا حاجه ما شاء الله بالنسبه للشكل الخارجي الباب تاعها راهي على ستيل غالبي بزاف شباب خاوتنا هذه ماشي دي تيوا هذوما راهي بورت اوفرونت كيما راكم تشوفوا حاجه ما شاء الله حاجه تحفه نتمنى من المتسابقين تحصلوا يعني حظ اوفر للمتسابقين اللي معانا باش يفوزوا معانا بهذا لارجونتري دو كوان انا خوتي العزاز بعد ما شفنا الاربع هدايا الاولى الان وصلنا للهديه الخامسه يعني الهديه الاخيره جبنا لكم طابلو باس خوتنا كيما راكم تشوفوا فيها مصنوعه كامل اون بوات نخلي اسامه يقول لنا واش رايو فيها خويا سليم خويا سليم صدقني بالله غير الطابله هذه نحبها من قلبي يا خو غير صافي بليزير لا طابله هذه يا خوتنا كيما راكم تشوفوا فيها خوتنا لي بي تاعها شوفال في الاتر كيما راكم تشوفوا خوتي كاين بزاف اللي يحسب بلي هذا الخام هي لا فون ماربل خوتنا يعني تقدر ديبلاصيها حاجه سهله مهلا خويا حليم صح اخويا اسامه بعد ما كنكون خويا اسامه على الكبيره حنا هذه مسمينها لا طاب بها بولادها خوتنا وان شاء الله اللي يشوف بها ويشارك معنا ان شاء الله يستفاد منها ولا واش اخويا عبدو ما استفادش غير من لا طاب خوتنا واش راكم نزيدو لهم هذا لو سيرفيس هذه هي من عند محلات اثاثيه يسوا بارك الله فيك خوتنا وقعدوا معنا وضعوا ان شاء الله نشرح لكم شروط المسابقه خوتي الاعزاز بعد ما شفنا الهدايا اللي راح تحصلوا عليها في مسابقه اثاثيه رقم 4 الان خوتنا ننتقلوا لشروط المسابقه خوتنا شروط المسابقه تتمثل فيما يلي بعد ما رانا بفضل الله عز وجل وفضلكم انتم خوتنا 178 الف متابع عبر قناتنا على اليوتيوب الاوبجيكتيف الاول لازم نوصلوا 200 الف متابع على قناتنا على اليوتيوب هذا الشرط الاول لازم نوصلوا 200 الف متابع على قناتنا على اليوتيوب الشرط الثاني خوتنا تروح الله فيديو هذه اللي رانا نتكلموا فيها الان تاع المسابقه دير جام وتروح لي كومونتير تكتب اسمك لقبك والولايه تاعك هنا كي دير جام وتكتب اسمك ولقبك والولايه تاعك هنا تكون طبقت كامل الشروط اللي يحب يعزز حظوظه للربح خاوتنا واش يدير يروح الانستغرام تاعنا وفيسبوك يابوني في الانستغرام وفي الفيسبوك تاعنا عفوا باش يحظف ولا باش يعزز حظوظ الربح اللي ما عندوش فيسبوك وما عندوش انستغرام هذا ما يمنعش انه يقدر يشارك لانه المسابقه راهي خصيصا لقناتنا عبر اليوتيوب هكذا اخويا اسامه كسؤالك حاب تطرح لنا اخويا حاب نطرح لك باللي ودي زعما اخويا سالم لي كومونتي او غلط زعما في كومونتير وكذا كيفاش خويا اسامه فيما يخص اللي يغلط في الكومونتير تاعو خاوتنا اللي يغلط في الكومونتير تاعو مثلا يخرج في تيراج يوصل يخرج اسمه راح نلغيو الكومونتير تاعو لانه الكومونتير غلط لانه اخلى بشرط من شروط المسابقه هكذا لانه اخلى بشرط من شروط المسابقه زيد كسؤال خاوتنا خويا سالم تيراج يوصل وين تيكون ان شاء الله؟ هذا سؤال مهم خاوتنا فيما يخص المده تاع تيراج يوصل يعني وقتاش نديرو التيراج يوصل خاوتنا يعني المده ما راهيش بيدينا راهي بيديكم انتوما خاوتنا مثلا احنا قلنا الشرط الاول لازم نوصلوا 200 الف متابع عبر قناتنا عبر اليوتيوب تما اذا وصلنا غدوه مثلا قلت لك راه بيد المتابعين اذا وصلنا غدوه دوك رانا 178 اذا وصلنا غدوه 200 الف متابع غدوه نديروا تيراج الله اعلم جل الله اعلم من فضل الله عز وجل راح نوصلوا في كاين 22 بقناش ما بقاش بزاف صدقني يا خوتنا ما عندناش شك في المتابعين تاعنا اذا وصلنا غدوه نوصلوا غير غدوه اسبوع المهم وقت ما وصلنا ندير لكم الساعه يعني تيراج هكذا خلصنا تفضل خويا عبدو واش راك خوتنا كيما انتم امنتوا بينا وامنتوا بالاسم تاع اثاث الثقه احنا رانا مامنين بكم وهذا الشيء كيما وصلنا 100000 نقدروا نوصلوا ل 200000 وهذه حاجه سهله خوتنا الحاجه راهي بيديكم ان شاء الله نكونوا احنا عند حسن الظن تاعكم خوتنا فيما يخص الجوائز خوتنا فيما يخص الجوائز اثاث الثقه ما دارت جائزه واحده ما دارت زوج ما دارت ثلاثه ما دارت اربعه دارت خمسه خوتنا باش
تكونوا كاينين بزاف فائزين معنا خوتنا. فائز الاول ان شاء الله يربحوا معنا خويا ان شاء الله خوتنا. صدقوني احنا الهدف تاعنا اي بيت جزائري ندخلوا له الفرحه في ندخلوا الفرحه البيوت الجزائريه. 58 ولايه بارك الله فيك خويا اسامه خوتنا. الجائزه الاولى خوتنا راهي فيها لو سالون كوكياج اللي راكم تشوفوا اللي راهو لامنا خوتنا في هذه القاعده لو سالون كوكياج اللي حنا نخدموا خوتنا. الجائزه الثانيه خوتنا راح نتربحوا معنا ان بايو مخدوم كامل بلو بوات. الجائزه الثالثه خوتنا راح نتربحوا معنا تيتا تيت بزاف بزاف شابين خوتنا كما شفتوهم في لا فيديو مخدومين كامل اون بوات. الجائزه الرابعه راح نتري دوكم خوتنا شوفوا كيفاش راهي مشبحه الصالون هذه. اما الجائزه الخامسه راح نتربحوا معنا طابل باز مخدومه كامل بلو بوات خوتنا. انا واش بقى لي نقول لكم؟ بقى لي نقول لكم حظ اوفق وموفر للجميع خوتنا وبارك الله فيكم. خوتي خواتاتي بعد ما شفتوا فرقة اساس ثقة وضحت لكم كاع هذه مسابقة هي اسمنا هدية على كل حال. وان شاء الله كما استفادوا معنا الاولين هدية احنا ماذا بنا ان شاء الله هذا العام درنا لكم هدية بمناسبة هذا يا خوتنا. كما كنتوا في فلفل ضي ان شاء الله بربي تلقاوها في الذهب ان شاء الله بربي. خوتي خواتاتي كما عودناكم دائما احنا نكونوا ان شاء الله خفاف عليكم وكما عودتكم نقول لكم اخر كلام سلام سلام. السلام عليكم خالتي.